النهارده في خبر ليه علاقه بانه سجن انا في جزء من سور الجسم انهار النهارده، ايه هي الاسباب؟ ازاي بيتم التعامل مع الموقف هناك؟ معانا على التليفون سياده اللواء محمد كمال مدير امن انا. مساء الخير يا فندم. سياده اللواء. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. سياده اللواء، الاول ايه الاسباب للانهيار؟ لا، هو سعادتك حضرتك في اعمال بناء واحلال وتجديد في السور الخارجي للسجن، واخذها احد المقاولين. اثناء عمليه الحفر انهار جزء من السور الداخلي، يعني سور داخل سور السجن، طبعا مؤمن تامين كامل بيننا وبين القوات المسلحه. سياده اللواء عاطف السيد طبعا معانا باستمرار في ثلاث مدرعات حوالين السجن غير مدرعات الشرطه. جزء اللي انهار من السور طوله حوالي 35 متر لا يؤثر اطلاقا على الحراسه بتاعت السجن، ورغم هذا بنعمل له احلال وتجديد في ظرف ساعات. الجزء البسيط اللي انهار هيكون موجود، انما بطمن الساده المشاهدين يعني في سور من داخل سور، فما فيش اي خطوره على حضرتك. اكيد تابعت يعني اعلاميا تم ترديد انه في شبهه جنائيه وراء الانهيار النهارده، حضرتك بتنفي الكلام ده؟ لو اقدر اصور لك حضرتك الصور وابعتها لك. دي عمليه احلال وتجديد واخدها المقاول ليه شهرين شغال. فجزء من السور نتيجه اعمال وده الداخلي مش الخارجي. والسور الداخلي ما فيش اي خطوره حضرتك، واتخذنا كل اجراءاتنا العدميه وعززنا الحراسات، وفي ظرف ايام عن الجزء اللي تهدم هو نتيجه اعمال التجديد هيكون مكتمل ان شاء الله باذن الله، ما فيش اي شبهه جنائيه فيه الحمد لله رب العالمين. هو ده سات اللي هو واحد من السجون اللي من السجون السته اللي اتقال ان هم هيتم نقلهم في مناطق بعيده عن الكثافه السكانيه. حضرتك دلوقتي فعلا كده، هو ده عباره عن عنبر واحد كبير ليه سورين، سور من داخل سور. طبعا لغايه لما يتم بناء السور. كنت لسه هقول بتجددوا ليه؟ ما هيتنقل السور، احنا بنجدد السور حضرتك مش بنجدد السجن نفسه، السور بس. تمام. انا بطمن الساده المشاهدين ما فيش اي حاجه الحمد لله. طب وده من السجون اللي هتروح فين بقى يا فندم؟ لا ده بقى في الخطط المستقبليه ان شاء الله بيتنقل للظهير الصحراوي ان شاء الله. عظيم، لكن الوضع الامني عند السجن؟ يا فندم الحمد لله فينا كلها مش في السجن بس. طيب الحمد لله. شكرا لحضرتك، طمنا منك يا فندم. سياده اللواء محمد كمال مدير امن انا، شكرا جزيلا.